مساء الخير. كيف صحتك؟ الحمد لله. مباشرة بننتقل أنا وياكم إلى مكانة اليومية. البداية مثل العادة مع اليومية 3. نذكركم رقم سحب الليلة 836. أول طابة رقم 2. الطابة الثانية 0 2 0 والطابة الثالثة والأخيرة رقم 5 وبيكون صار عنا الرقم 205. هيدا رقم الرابح لسحب يومية 3 لليلة. إذا تكستوا مشاهدينا الرقم مثل ما هو يعني اخترتوا طابتكم بالدور لحتى تعرفوا قد بتربحوا وبتضربوا المبلغ يلي دفعتوه ل 400 مرة. أما إذا تكستوا أرقامكم حيالله المبلغ يلي دفعتوه اضربوه ب 70 مرة. هيدا كان بالنسبة لليومية 3. أما بالنسبة لليومية 4 خلونا نشوف سوا الأربع طابات. أول طابة 8. طابة الثانية 7. الطابة الثالثة 9. 7 8 9. شو معقول تكون الطابة الرابعة والأخيرة أيضا 8؟ حلو رقم اليومية 4 لليوم، بلش ب 8 وخلص ب 8. إذا هودي هن الأرقام يلي بيربحوكم لسحب يومية 4، إذا اخترتوهم بالدور يعني 8 7 9 وأخيرا 8 بتضربوا المبلغ يلي دفعتوه ب 4000 مرة، أما إذا لقيتوهم حيالله المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه ب 150 مرة وهيك بتعرفوا قد بتربحوا معنا. وأخيرا ننتقل أنا وياكم لسحب يومية 5. 8 7 9 8 نزلوا بالمكنة. وهلا عن جديد رح نشوف خمس طابات. أول طابة 8. حلو. الطابة الثانية 4. واحد. الطابة الثالثة 1. عن جديد الطابة الرابعة 8 4 1 1. وأخيرا 7. 84117 هيدا الرقم الرابح لسحب يومية 5 لليلة. إذا تكستوا هيدا الرقم بنفس الترتيب يلي وارد قدامكم على الشاشة بتضربوا المبلغ يلي دفعتوه ب 40000 مرة، هيك بتعرفوا قد بترد لكم هيدي الشبكة مصاري. أما إذا تكسوهم حيالله مش بنفس الترتيب المبلغ المدفوع ضرب 350 مرة. هيدا كان كل شيء لصحباتنا، رح نرجع نتأكد من الأرقام الرابحة مرة جديدة مع جلال. تفضل. سحب يومية رقم 836 لنهار الخميس 23 أيار 2019. الأرقام الرابحة لسحب يومية 3 2 0 5، لسحب يومية 4 8 7 9 8، لسحب يومية 5 8 4 1 1 7. شكرا لك جلال. مشاهدينا بالختام ومثل العادة بقول ألف مبروك لكل يلي حلفن الحظ الليلة. أما يلي ما زبطت معن بسيطة خيرة بغيرها، كل يوم فيكن يومكن معنا وإلا ما يجي هاليوم. وإذا بدكن تكتروا شبكاتكن طبعا تقدروا تكسوا من المكاتب وجميع نقاط بيع ألعاب لليبانيز دي جو أو أونلاين من الويب سايت www.lldj.com أو الأبليكيشن LLDJ. إلى اللقاء.
تخفيض العجز هو الموازنة إنها تطلع إصلاحية وتقشفية، لأنه هيدي فيها كلفة والكل بدهم يتحملوها، كلفة بتنازل عن امتيازات موزعة من التسعين، كلفة بوقف الهدر، كلفة على المستفيدين، عم بحكي الكلفة مش على اللبنانية، اللبنانية حيستفيدوا، على وقف المساهمات، كلفة على وقف الحالات الشاذة، على وقف التوظيف العشوائي، على كل شيء، كل إصلاح في له كلفة، وبده يقع ده توقع هالكلفة على حدا. إذا ما بدنا نعمل كلفة على حدا ما بنعمل شيء، بس الانهيار بيكون على الكل. نحن فريق رافض لاستمرار الوضع على ما هو من التسعين لليوم، وإذا قلنا شو ما نقول بيطلعوا لك حجة يقولوا لك لا، في يعطيكم ألف مثل، في يقلكم مثلا إذا قلنا تطبيق قانون تملك الأجانب بيجاوبونا أنه عم نهرب المستثمرين، إذا قلنا تغريم المؤسسات الغير شرعية بيجاوبونا أنه الناس ما فينا نزيد عليها. طب خففوا الغرامة واعطوه مهلة طويلة، شيء رمزي بس نرخص لكل الناس، لا. إذا قلنا مرفق بيروت، الميدل إيست، الاتصالات، تسكير مؤسسات، الجواب أنه بدها دراسة، ونحن صار قلنا 10 سنين ندرس كل سنة من أجل لسنة البعدة. إذا قلنا غرامات وإجراءات متشددة على العمال الأجانب تنخلي اللبنانية يشتغلوا، بيقولوا لك المجتمع الدولي بيزعل. إذا قلنا تسكير المعابر الغير شرعية مع 128,000 عسكري ورجل أمن بالبلد، بيقولوا لك إيه ما هي من قلب الأجهزة الأمنية التواطؤ، ما فينا نعمل شيء. إذا قلنا مساعدة البلديات لتمسح المخالفات وتفيد وزارة المالية وتيصير في عنا تهرب ضريبة أقل، بيقولوا لك ما في إمكانية. إذا قلنا زيادة ضرائب على أصحاب اليخوت اللوكس يلي كلفتهم أقل من كلفة سيارة، بيقولوا